الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن ثور بن عيسى ابن موسى الضحاك البوغي الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب الثاني، كتاب الصلاة. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. يعني لو الإنسان نام عن الصلاة، يعني فاتته الصلاة بسبب نوم، فاستيقظ ووجد وقت كراهة، هل يصلي الصلاة التي عليه في وقت الكراهة اللي هو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ولا ينتظر حتى ينتهي وقت الكراهة؟ مذهبان، مذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة أنه يصليها متى استيقظ، ولو كان حيصليها وقت طلوع الشمس أو وقت غروب الشمس طالما استيقظ، لأن هذا وقتها. فالحديث يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، ولا يتعلق به وقت كراهة فلا يؤجلها. والأحناف ومن وافقهم من أهل الكوفة، وكذا أبو بكر الصحابي وبعض الصحابة، كانوا إذا استيقظوا وقت الغروب أو وقت الشروق ينتظروا حتى يتم الغروب أو يتم الشروق ثم يقضوا ما فات. واضح؟ يعني عند الأحناف لو استيقظت قبل الشروق بلحظة فتوضأت وجدت لحظة الشروق، عليك أن تنتظر حتى يتم الشروق وترتفع الشمس قليلا وبعدين تصلي الصبح. الشافعية مش كده، ولا المالكية ولا الحنابلة، يتوضأ ويصلي على طول، ملوش دعوة بالشمس، طلعت نزلت ملوش دعوة، هو استيقظ دلوقتي وتوضأ وصلى. فهمت؟ فدي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. يبقى لو واحد فاتته الصلاة بسبب نوم لا إثم عليه، لأن النوم ليس فيه تفريط. رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. القلم يعني إيه؟ يعني المؤاخذة، يعني لا يؤاخذ، طالما نائم لا يؤاخذ. عشان كده احنا نفضل لو واحد نائم وانت عارف انك لو ايقظته مش هيقوم وتنبهه، فلا تنبهه، علشان في الحالة دي لو انتبه وعلم ان الصلاة جاءت ثم نام يبقى هنا وقع في الاثم، وهو كان نايم من قبل انت ما تصحيه، كان في رحمة الله فانت وقعته في الاثم. فهمت؟ فما تصحيش حد، اللي نايم ما تصحيهوش، اما يقوم يصلي. التفريط الحقيقي هو اليقظة، تبقى أنت متيقظ وسمع الأذان ورا الأذان وما تصليش، هنا المؤاخذة. فهم؟ لكن لو أوصاك أنك تصحيه خلاص نفذ الوصية صحيه، لأن في ناس لما تيجي تنبهه يقول لك مش هقوم لأنه تعبان، فأنت إذا عارف طبيعة الإنسان ما تكونش سبب في إيه؟ لأنك توقعه في الحرج. فهمت؟ يبقى إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في
في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمر بن أمية الضمري وذي مخبر، ويقال ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. فقال بعضهم: يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم اللي هم الأحناف بقى: لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. والنسيان برضو خلاص مرفوع الإثم عند النسيان، رفع القلم إيه عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، مش كده برضو، وعن الصبي حتى يبلغ، وفي أحاديث أخرى والله رفع القلم عن المكره وعن الناس. كل دي رحمات من رحمة ربنا بينا. الشرائع السابقة كانت تؤاخذ بالنسيان، يؤاخذ العبد بالنسيان في الشرائع السابقة. أبونا آدم مش كان الشجرة ناسي؟ لو كان على شريعتنا لا يؤاخذ، يبقى طائع مش عاصي، يبقى معصوم، يبقى أكله من الشجرة أكلها وهو معصوم، فأكله من الشجرة لم يخرق عصمته، فهمت؟ لأنه ناسي. قال لك فنسي ولم نجد له عزما، أي على المعصية، مش كده برضه؟ لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن ربنا لما أراد في قدره أنه يعلمه التوبة عشان يعلم أولاده التوبة وهو معصوم، جعله على شريعة يؤاخذ فيها الناس، لأن قدر الله كده. وفضل الشريعة يؤاخذ فيها الناس لحد ما جاء الإسلام، رفع المؤاخذة عند النسيان عند المسلمين، ودي من رحمة ربنا، واخد بالك؟ وضع عنا الإسر صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. وعنه به قال، وعنه في ناس بتسألني ايه عنه به؟ عنه اي عن الامام الترمذي صاحب الكتاب اللي بنقراه، به اي باسنادنا اليه، يبقى عنه يعني عن الامام الذي نقرأ له كتابه، عنه به اي باسنادنا اليه. قال، قال هذا الامام او المصنف، فهمت بقى؟ فنقول عنه به قال. ليه؟ لانك انت لو قلت حدثنا قتيبة تبقى كذاب، لان اللي حدثه اللي قال كده مين؟ الامام الترمذي، مش انت، انت شفت قتيبة اصلا ولا حدثك؟ فهمت؟ فلو بدأت تقرا كده تقول ايه حدثنا قتيبة وبشر، يبقى بدأتها بالكذب، بدأت الكتاب وانت كذاب، نسبت اليك شيء لم تفعله، فهم؟ عشان كده اتعودنا من مشايخنا يقولوا كده. وعنه به قال، اي عن المصنف به اي باسنادنا اليه، لانهم كانوا لا يقرؤون الكتب الا مسندة اليها بالمشايخ، مش يجيب الكتاب كده من المطبعه ويقعد يقراه لوحده، لا، لازم يقراه على شيخ له اسناد لصاحب الكتاب، علشان لما يجي يقراه يقول عنه به قال، فهم؟ والا يبقى صحفي. صحفي يعني ايه؟ يعني اخذ علما غير مسندا، يعني كانه غير مجاز من اهل عصره ان يتكلم في هذا العلم، فهم؟ فدي نقطه مهمه ناخد بالنا منها. لما ترك الناس الاسناد والقراءه على العلماء تعددت الفهوم واختلفت القلوب،
كل واحد بقى فاهم الاسلام بطريقه شكل. وظهرت طائفه المفكرين الاسلاميين، كل واحد يفكر ويطلع لك حاجه غريبه الشكل، ويستضيفوه في الفضائيات ويعملوا شوشره ويشوشروا على الناس امور دينهم. لكن لو التزموا باداب طلب العلم، لان طلب العلم ايه؟ رب يعني منهج العلم ايه؟ ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. يبقى طلب العلم سؤال مش كده برضو؟ سائل ومسؤول وسؤال، سائل ومسؤول وسؤال. السائل هو طالب العلم، والمسؤول هو الشيخ، والسؤال هو المنهج. فهمت ازاي؟ ادي طلب العلم في الآية. فمش هتروح تسأل الكتاب، تسأل الشيخ. فهمت بقى؟ يبقى طلب العلم منهج، وطالب علم وشيخ. انما الوقت بقى ايه؟ يجيب الكتاب ويقراه لوحده ويقول لك انا بقيت عالم. عالم ازاي؟ مش هتبقى عالم عمرك، تبقى مفكر. اه خليك تفكر، خلي تفكيرك ينفعك، مش هينفع هتخالف الاجماع وهتاتي بما لم يكن عليه الاجداد ولا الاباء ولا العلم القديم. فهمت ازاي؟ ومخالفه الاجماع فيها شؤم شديد، فنسال الله السلامه. وعنه به قال: حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة، قال: يصليها متى ذكرها، في وقت أو في غير وقت. يعني سواء ذكرها في وقتها أو في غير وقتها، يعني ذكرها في وقت أي في وقتها، أو في غير وقت يعني بعد انقضاء وقته. وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وكذا الإمام مالك. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس. الله، ده ظاهر حنفي. يبقى أبو بكر هنا بيتصرف تصرف الأحناف، نفس فكر الأحناف. لكن هذه هذا الأثر عن أبي بكرة لا يوجد له إسناد قوي، لكنه بيروى أن أبي بكرة عمل كده. طب وإسنادنا ليه لهذا الخبر؟ هل قوي ولا لا؟ لم يروى بإسناد قوي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة لما الأحناف إلى هذا. وأما أصحابنا، يقصد أصحاب الحديث وبعض العلماء اللي كانوا بيعتقدوا أن الإمام الترمذي شافعي، قال لك أصحابنا يقصد الشافعي، لكن الراجح يقصد علماء الحديث، لأن الإمام الترمذي لم يكن شافعيا، بل كان يأخذ من الحديث كأنه مجتهد، يعني صاحب مذهب خاص يسموه محدث مش فقيه، يأخذ من الحديث مباشرة زي الإمام البخاري كده. تقدر تقول على البخاري مالكي ولا حنفي؟ تقدرش. فهمت ازاي؟ وكذلك الإمام النسائي، يعني معظم الأئمة الحديث كان مذهبهم هو ما بلغهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا به. فلما يقول الإمام الترمذي قال وأما أصحابنا، يقصد أصحاب الحديث، لأن الإمام الترمذي شغلته محدث مش كده برضه، وحافظ. أما يقول أصحابنا يعني من كان على شاكلته من أهل الحديث والحفاظ. وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اللي هو قول الجمهور، يعني قول الجمهور إنه هو يصليها وقت ما يذكرها او وقت ما يستيقظ، حتى ولو لحظه طلوع الشمس او لحظه غروب الشمس. باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بايتهن يبدا. يعني هل يراعى عند قضاء الصلوات الترتيب ولا لا يجب الترتيب؟ هي دي الحكايه. يعني انا فاتتني مثلا صلاه الظهر،
بسبب نوم او نسيان حتى أذن للعصر، فهل أبدأ أصلي الظهر الأول وبعدين أصلي العصر، ولا ممكن أصلي العصر وأجيب الظهر بعديها؟ فهمت إزاي؟ يعني هل لازم أراعي الترتيب، ولا الترتيب على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب؟ ذهب المالكية إلى وجوب الترتيب ما لم تكن الصلاة أكثر من صلوات يوم كامل، 5 صلوات يعني، يبقى يجب الترتيب ما لم تزد عن صلوات يوم كامل اللي هي 5 صلوات. ده الملكية. حتى ولو ضاق وقت الايه؟ الصلاة الثانية. يعني افرض ان انا تذكرت ان انا ما صليتش الظهر في اخر وقت العصر، وانا لسه ما صليتش العصر، بحيث ان لو صليت الظهر هتغرب الشمس ويضيع عليا العصر كمان. اعمل ايه في الوقت ده؟ الملكية قال لك ايه؟ صلي الظهر وصلي العصر بعديه حتى لو فات وقت العصر. ترتيب ضروري، فاهم؟ الترتيب ضروري عنده. الشافعي قالوا لا، مش كفايه علينا صلاه ضاعت، نضيع الثانيه كمان. صلي العصر الاول علشان تدركه، وبعد كده بقى هات الظهر، لان الظهر قضاء قضاء خلاص. لكن الترتيب يستحب عند الشافعي امتى؟ اذا اتسع الوقت. لو انا عندي وقت ان انا اصلي الظهر واصلي العصر قبل ما تغرب الشمس يبقى خير، اصلي الظهر والعصر. لكن لو ضاق الوقت بحيث لو صليت الصلاه المقضيه يضيع وقت الصلاه الحاضره، يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ ابدا بالحاضر. وده راي مين؟ الاحناف والشافعي. فهم؟ باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بايتهن يبدا. وعنه به قال: حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة عن عبد الابن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. راعى الترتيب. الحديث ده على أي حال حديث في إسناده مقال، لكنه يستدل به، يعني من حيث وزن الاحاديث فهو ضعيف الاسناد، الا انه يوافق احاديث اخرى وردت في نفس الموضوع من طرق اخرى، فيبقى حسن لغيره، لكن هو ضعيف في ذاته، حسن لغيره. وده يدلك على انهم كانوا يستدلون بالاحاديث الضعيفه في باب الفقه العلماء كما نبهنا بالامس. هو الوارد في الصحيح ايه؟ ان النبي فاته صلاه العصر بس، في صحيح مسلم والبخاري وارد كده، هو ده الصحيح من حيث الاسناد. لكن هنا بيقول لك فاتوا الظهر والعصر والايه حتى والمغرب كمان حتى دخل وقت العشاء. نجمع بينهم ايه؟ نقول ربما تكون ايه، لان الخندق كانت مده طويله، ممكن في يوم حصل كده ويوم تاني حصل كده، مش محتمل تكون ده في يوم وده في يوم اخر، فلا بأس يعني، علشان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتنا. وما كانش خد بالك في الخندق نزلت لسه صلاه الخوف، فكانوا ايه، لكن بعد الخندق في بني المصطلق نزلت صلاه الخوف اللي هو ايه، فان خفتم فرجالا او ركبانا، يعني صلوا حتى وانتم راكبون او وانتم تسيرون او وانتم تقاتلون. فهمت ازاي؟ فبعد ذلك اصبح لا رخصة لتضييع وقت الصلاة، بل تصليها في وقتها بعد نزول صلاة الخوف، لكن الخندق ما كانتش لسه نزلت صلاة الخوف. فهمت بقى؟ وهو الحقيقة ما انشغلش عن 4 صلوات، هي 3 صلوات، الظهر والعصر والمغرب، لأن العشاء كان وقتها لسه. فهمت ازاي؟
لأنهم بيقول لك إيه؟ إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق، هي الحقيقة 3 صلوات، لأن العشاء كان وقتها لم ينقضي بعد. حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. دل على مراعاة الترتيب. طب على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ذهب إلى وجوب الترتيب المالكية وإلى استحباب الترتيب إيه؟ الشافعية والأحناف. وفيها كمان دليل على استحباب الإقامة عند الصلاة المقضية، يستحب أن تقيم لها الإقامة. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى، هو الإمام أبو عيسى بن سمرة، أبو عيسى الترمذي، سيدنا أبو عيسى الإمام الترمذي المصنف يعني، قال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس. ليس بإسناده بأس، دي كلمة فيها لخلخة، ما قالش صحيح يعني يعدي. ليس بإسناده بأس يعني يحتج به، يعني تجاوز عن ضعف الإسناد شوية، إلا أنه يحتج به، فهمت؟ يعني احتج به الفقهاء. ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، يعني في انقطاعه. أبا عبيدة ده ما سمعش من عبد الله، ده في واسطة إيه مش مذكورة، يبقى الحديث مش متصل للإسناد، ودي من علامات الضعف، إلا أنه ليس به بأس في إيه؟ في الاستدلال به، فهمت بقى إزاي؟ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها، وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن صليتها، يعني ما صليتها، إن دي نافية، إن صليتها يعني ما صليتها. قال: فنزلنا بطحانا، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ده أهو شوف بقى، الحديث الصحيح جابه نمرة 2، وجاب الحديث الضعيف نمرة 1، علشان تعرف بس منهجهم، كانوا بيستدلوا بالضعيف أهو، فهمت؟ يبقى اللي يقول لك ما بيستدلوش بالضعيف ما قروش الكتب، ليسوا اهل علم، في الاخر يدجلوا على الناس ويقولوا احنا اهل حديث. حديث ايه؟ فهمت؟ يقول لك احنا سلف. سلف ايه؟ ما الترمذي هو سلف. يبقى في القرن ال21 يقول لك انا سلفي. سلفي منين بس؟ السلف ده ال3 قرون الاولى، يعني بيلبسوا حتى في اللقب اللي خدوه، فاحذرهم يعني. وفي الحديث الصحيح ده قال ايه؟ انه فاتوا العصر بس. الحديث الثاني المنقطع قال ان فاتوا الظهر، واحنا ما بنقولش انه ما فاتوش، ممكن تبقى الاثنين صح، حصلوا الاثنين، حدثوا ده في يوم وده في يوم، مفيش تناقض. فهمت ازاي؟ ليس هناك تناقض. ايوه. معنى الروايه اللي هي اللي قلنا عليها في سنه حاجه دي، ان هو كان في متسع من الوقت بحيث ان هو أبطل الفريضتين أو ال3 فرائض قبل دخول وقت العشاء؟ لا 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 لا، ده فات من الليل، قايلين هنا أهو، يقول حتى ذهب من الليل ما شاء من الليل، يعني دخل وقت العشاء كده. اه يعني الثلاثة بقوا قضاء. أيوه. المغرب كمان كانت راحت يعني. طبعًا. اه. يعني يبقى 3 صلوات، الظهر والعصر والمغرب. لأن قال كده. باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. اختلف في الصلوات الوسطى تحت عينها، لدرجة أن الصلوات الخمس كل واحدة من الخمسة في هناك من قال أنها هي الوسطى، يعني الإمام الشافعي والإمام مالك عندهم الوسطى صلاة الصبح،
ده اللي نص عليه الامام الشافعي، لكن يبدو انه ما وصلوش الحديث الصحيح ايه اللي احنا هنقراه دلوقتي، ان هم منعونا عن الصلاه صلاه العصر الصلاه الوسطى، النبي قال كده في الخندق، لكن يبدو ان الحديث ده لم يقراه الامام الشافعي ولم يصله، علشان كده قال ان الصلاه الوسطى هي الصبح، وكذلك مذهب الامام مالك الصلاه الوسطى هي الصبح، وهناك من ذهب الى ان الصلاه الوسطى هي الظهر، كويس، وهناك من قال ان الصلاه الوسطى هي المغرب، وهناك من قال هي العشاء، والراجح هي العصر، وهناك من قال اخفاها، اخفاها الله في وسط الصلوات ليحافظ على الصلوات كلها، يعني في مذاهب كتير، لكن الراجح الحديث الصحيح بين ان النبي بين ان الوسطى هي صلاه العصر، فالمفروض ان بعد هذا الراجح يرتفع الخلاف. ليه؟ لان الخلاف نشأ عند من لم يسمع هذا الحديث، واضح؟ هنرجع تاني معلش لحظة كده في موضوع ترتيب الصلوات، احنا قلنا مذهبين، مذهب يقول لك لازم يرتب، ومذهب يقول لك يستحب ما لم يفوت الوقت، مش كده؟ في مذهب اشهب بقى مخير على التخيير، يختار اللي يعجبه، ده مذهب مين؟ اشهب، فهمت؟ يبقى في ثلاث مذاهب، مذهب على التخيير، ومذهب على وجوب ايه الترتيب حتى ولو فات الوقت، ومذهب تاني على استحباب الترتيب ما لم يفت الوقت، فهمت ازاي؟ فان فات فمراعاة الوقت اولى، فهمت نيجي بقى ايه نشوف موضوع ايه الصلاة الوسطى، باب ما جاء في، وعلشان كده الامام الماوردي بالرغم ان الامام الشافعي، الامام الماوردي ده من اصحاب الوجوه للشافعية، من كبار اصحاب الوجوه رحمه الله، قال ايه؟ قال ان الشافعي نص على ان الوسطى هي الصبح، وقال اذا صح الحديث فهو مذهبي، فانا اقول ان الشافعي قال انها العصر بناء على، شفت بقى طريقته؟ عشان كده ليه؟ لان الامام الشافعي عامل توكيل لاتباعه، قال لهم اذا صح الحديث هو مذهبي، فيبدو ان ايه حديث العصر ده ما سمعوش الامام الشافعي، فقال الامام الماوردي قال ايه؟ قال ده الامام الشافعي في مذهب الشافعي بس صلى وسطى العصر، بالرغم ان الشافعي قال ليه؟ لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهب، فهمت؟ ودي من لطائف الامام الماوردي يعني. باب ما جاء في صلاه الوسطى انها العصر وقد قيل انها الظهر. وعن ابي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي وابو النصر وابو النضر عن محمد بن طلحه ابن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب، جندب تنفع تقول جندب وجندب وجندب بتثليث الدال، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن، علي بن عبد الله المديني شيخ الإمام البخاري، قال محمد الامام البخاري محمد بن اسماعيل بيتكلم، اصل هم اختلفوا الحسن البصري سمع سمره بن جندب ولا ما سمعوش، والحديث هنا مروي عن مين؟ عن الحسن عن سمره بن جندب، وفي خلاف هل حسن البصري سمع سمره بن جندب ولا ما سمعوش، فهمت ازاي؟ علشان كده الامام البخاري بيرى انه سمعه بناء على ان سيدنا علي بن عبد الله المديني كان يرى انه سمعه، فهمت ازاي؟ ويبقى الحديث متصل بالاسناد. قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمره بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه، ولكن هي مذاهب العلماء في سماع الحسن عن سمره بن جندب ايه؟
ثلاث مذاهب. مذهب يقول انه سمع، وده مذهب علي بن المديني ورجحه الامام البخاري واخذ بالامام الترمذي. ومذهب ثاني قالوا انه لم يسمعه وده مرجوح. ومذهب ثالث قد سمعه في حديث العقيقه بس، ولم يروى عنه سماعا الا حديث العقيقه بس. فهمت ازاي؟ ده مذهب ايه الثالث، لكن الراجح انه سمعه. وقد سمع منه وقال ابو عيسى حديث سمره في صلاه الوسطى حديث حسن الصحيح، او رجح الامام الترمذي وكلام الامام البخاري، والامام البخاري كان شيخه في المساله دي، لما يلتبس عليه امر في الايه في الاسانيد يروح للبخاري. فاهم؟ طبيب هذه الصنعه يعني. وهو قول اكثر العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر، لأن النبي بيقول لو يعلمون ما في التهجير، واخد بالك، والأذان، مش كده برضو، ثم لم يجروا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. التهجير اللي هي إيه؟ صلاة الهجرة اللي هي صلاة الظهر من أجر يعني، لاستبقوا عليه. فستنا عائشة كانت ترى أن الظهر هي الصلاة الوسطى، لأنها كانت من أصعب الصلوات على الصحابة، لأن وقتها شدة الحر وهم كانوا عايشين في بيئة حارة والمساجد غير مفروشة، وكان عندهم صلاة الظهر دي أصعب صلاة. فهمت إزاي؟ فلما اشتكوا الهاجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية إيه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقالوا علشان سبب النزول اتكلموا، كانوا بيسألوا على صلاة الهاجرة، يبقى الإيه الصلاة الوسطى. فهمت طريقة فهم ستنا عائشة؟ ومن وافقها على ان الظهر لصعوبة هذه الصلاة في وقت الحر الشديد. لكن طبعا بعد حديث النبي الصحيح انتهى الخلاف. وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح، وده قول مالك الشافعي برضه. وقال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. وعن أبي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال سمعته من سمرة بن جندب، عشان يبين صحة سماعه يعني. فهم؟ قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله بن المدينة عن قريش ابن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي وسماع الحسن، علي بن عبد الله المديني يعني، قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح، سواء في العقيقة أو في غيرها، لأن في مذهب قالوا أنه في العقيقة بس، حديث العقيقة بس. واحتج بهذا الحديث. ونقف على باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لمن أدى الصلاة يعني، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.